طيب باش انا من الف مبروك تركين الشارع. الله يجمل حالك. الله يبارك فيك. السياره عشان نعطوك اياها. الله يحييك. يا مرحبا. ما السلام. كيف حالك؟ ساك طيب. هذه رساله لك من رجال يحبك ويغليك. الله يعزك. ما ادري ايش فيها. بسم الله. احتزم بس يا شيخ. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. بدر يا مرحبا. اما ذا اليوم متالق ما انت مثل ذاك اليوم مريض. اي بلتي بلا الحمد لله. حالك ساك طيب. حالك ساك طيب. يا مرحبا بدمك بالكويت ربعنا واخواني. يا مرحبا. حالك ساك طيب. الحين بناخذ لفه بعد اذنكم في ناخذ لفه. شكلنا الكويت يا ابو مشاري. بناخذ لفه سريعه هنا وبنسجل بعد اذنك. يلا حيهم. يا هلا وغلا. يا مرحبا مليون. حي الله الشيوخ. الله يطول عمرك. ما شاء الله تبارك الله. جبار يا رجل. ايه. انت قاعد معهم ثلاث شهور؟ اي والله ثلاث شهور. ولا تطلع انت؟ هم يطفشون مني انا ما اطفش معهم وديني معهم. ما حد يزق منك يا ابو حور. الله يطفشون مني. يا ليت لا يعني انت لك الفرصه انك تطلع ولا خير بديت. يطول عمرك. غلقت الدوره. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه ذوق قهوه عربيه. وما يحضر والله مكيفات الرجال الا والله خيرة الرجال. عليك زوج. يستاهلون. انا ما اشرب قهوه. الله يطول عمرك. قهوه ما اشربها. ما اشربها والله. الله يطول عمرك. لاهين في ظل وجهك. قال لي المضيف في الطياره وانا في قال هوت اور بود يعني بارد ولا حار؟ قصده المنشفه ذي. ايه. قلت بلاك كافي. الى الان يعني مضينهم الغوني من الشركه. واجد واجد ربعك. اكرمكم الله. والله السوالف هذه واجد ربعك. قصر الاواني. السلام عليكم. السوداني. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. يا مرحبا. قصر الاواني هذا متالق ودائما يخدمنا في البرنامج الله يوفقه. ويستاهلون. هذه للبيع ولا للارض بس؟ هذه للهدايا لكم ان شاء الله. ايه تفضل. يبعد امي اشملها العفو. اي زين. ضغط عليه طلب. حلانا غير هذه للحلا وللهيئه ماكولات. اي مشهور هذا والله معروف. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يوفقكم يعطيكم العافيه. كارديال اليوم مقفل ما ادري ايش معك. شكرا لكم. بس هذا انتور اللي يسكن فيه يرقد 24 ساعه. هذا فندق فندق انتور. لا وين من الراحه؟ لا هو برا لكن هنا عرض بس. عرض بس. اي نعم. وهذا الشاورما اكل منه كل يوم لكن ما لم لامتنت ولا شيء ولا ذي. ما شاء الله على الله سبحانه. يا حالك ذاك طيب. حالك السلام عليكم. سهل سهل. احنا عندنا وقف هنا وان شاء الله انه يكمل يعطينا واحده من الشباب العلم عنه. تفضلوا. يا مرحبا. تفضل تفضل يا مشاهد. تفضل يا رب. ما شاء الله. تفضل يا سهل. هذا وقفنا وهذا مشروعنا اللي احنا قاعدين نشتغل عليه. استريحوا استريحوا. تفضل تفضل. هذا مشروعنا اللي قاعدين نشتغل عليه في البرنامج وقف حياتي. عندنا له ثلاثة أسهم موجودة. السهم الأول يتكلم عن الدعوة، دعوة غير المسلمين للإسلام. وكلنا يعرف فضلها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، اللي هي أفضل أنواع الإبل. السهم الثاني للوالدين، ولا يخفى علينا فضل وأهمية الوالدين وحقهم الكبير علينا. مهما تبرعنا عنهم ولا سوينا عنهم ما نقدم لهم الشيء الكثير. هذا له فضل وله منا إلا هو واجب علينا. السهم الثالث عندنا الشهداء الوطن اللي قاعدين يحرسوننا ويقدمون لنا الشيء الكثير. فهذه مبادرة بسيطة منك أنت أنك تقدم لو سهم واحد لهالجنود البواسل اللي قاعدين يخدمونك وأنت مرتاح. تروح دوامك، ترجع لبيتك، تسوي أشغالك كلها وانت مرتاح. هذا الوقف اللي قاعدين احنا نشتغل عليه الايام هذه. وصلنا ل 35% ونطمح لل 100% في الايام القادمه باذن الله عز وجل. فضل الصدقه عظيم ونتمنى من كل واحد منكم يا اخوان يعني يعطينا لو كلمه بسيطه بس. ممكن ان شخص يحب فلان او فلان او فلان يتحرك وعشانه ولله سبحانه وتعالى اولا ثم بنيه فلان يتصدق. فودنا منكم كلمه واحده لو كلمه بسيطه بس. تفضل. تعبر عن هذا الوقف. اولا اشكركم صراحه على هذا عمل يعني انساني واجتماعي وديني في اول الامر واخره يعني. ويجب على كل يعني من يتابعكم وانتم يعني مصدر ثقه حقيقه وفيها اجر ولله الحمد.
انا بالنسبه لي انا اعلن تبرعي ايضا للوالدين وللشهداء. الله يجزاك خير. بيض الله وجهك. الله يكتب وجهك. واتواصل معهم وعاد ما ودك انك ابيض وجهك. ودك انها سريه لكن انتم اجبرتونا انها تكون. بيض الله وجهك. الله يكتب وجهك. وهذا دليل انك تحث الناس. والله يوفق ذا الوجه وبيض وجهك. وجهك. ولا بيسمع لك. مشاري يسجلون معكم ان شاء الله. بيض الله وجهك. وعمل جبار واجب على كل. بس اعطونا الطريقه اللي احنا واجب على كل انسان يعني. هذه ارقام الحسابات هي موجوده عندنا وبنعطيكم ان شاء الله بعض. ذكرت ثلاث اشياء مهمه يعني دعوه الناس للاسلام هذا شيء فضل عظيم. بر الوالدين هذا شيء يعني هدايات من هدايات رب العز والجلال. ما في شك يعني. ايضا جنودنا البواسل و يعني يحتاجون المحبه والدعم وان يعني معهم في الدعوات ومعهم في كل شيء يعني صحيح. فحنا معكم ومشكرين على الاستضافه وعلى التعريف هذا وعلى المجلس هذا. الله يسعدك. بيض الله وجهكم. والله اسامه بيض الله وجهكم على العمل. والله يكتب اجركم ان شاء الله جميعا يا رب. وما نقص مال من صدقه يعني الانسان اللي يصدق يصدق الروح لنفسه. الله يجزاكم خير ان شاء الله. كلمه انها شهاده لكم يوم القيامه ان شاء الله. الله يجزاك خير. انتم في درب خير دائما. بيض الله وجهكم. ان شاء الله تكتمل السنابل هذه قريبا حتى باكتمالها ان شاء الله. ان شاء الله. بيض الله وجهكم. والله يعطيكم العافيه. بس نحتاج نعطيكم اياها ان شاء الله. اعطونا اليه واضحه. ابشر ابشر. العظيم كيف الحال؟ قابلني بعد ها؟ هذه ودوها الضيافة على طول. الله يطول عمرك. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. دائم يهدون ضيوفنا. والله بيض وجهك. بيض الله وجهك. مقبول. حي الله ابو مشاري. الله يحييك. حي الله الرجل المحبوب. الله يحبك. احنا لايف ولا نمشي عادي؟ لا لا لايف والله. احنا لايف الحين. يوم دخلنا من الباب لا ولا لا. اي والله. والاثير يشتغل. مرحبا لك. حي الله بالقوة. حي الله ابو تركي. الله يبقيك. ودنا بس ان جلستنا الاولى مع هذه انها ما كانت لايف يعني. لان هذه بينك وبين ربك صح. لكن خير يعني. وترى اثر علينا مطول بعد ترى حدث علينا من يوم دخلنا اثر علينا واجد. الله يطول عمرك. الله يجزاك خير. الله يبقيك. مالك في قلبك كبير. الله يطول. السلام عليكم. الله يبقيك. هلا بالحبيب. السلام عليكم. حالك؟ مرحبا مرحبا. الله يسالم. مرحبا مرحبا كيف الحال؟ كيف الحال؟ سك طيب شلونك؟ مرحبا 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 في المجلس. هلا وين الرابع؟ يسلمك. مرحبا مرحبا في الجميع. وين تبي يا تعال يا بدر. مرحبا الف والله يحييكم تحيات المطر. الله يحييك. مساكم الله بالخير جميعا. مساكم الله بالنور.